شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا معاكم لاخر شهر واخر حلقه في السيزون حبيت اشكركم على متابعتكم لبرنامجنا 60 دقيقه حياه خلال ثلاث شهور عدوا بسرعه الحقيقه قبل ما ابدا حلقتي لازم اشكر كل فريق العمل القائم على قناه الصحه والجمال شكرا ليكم كل الشباب اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا شكرا مخرجنا شكرا وكاله ميديا لايف شكرا لكل الناس اللي ساعدتنا وخلتنا نظهر معاكم ثلاث شهور أه ولان دي اخر حلقه فحبينا النهارده يكون معانا موضوع مميز هيهم كل البيوت المصريه وقبل ما نبدا طبعا الكلام عن موضوعنا والترحيب بضيوفنا هرحب بزميلي الجميل شادي صباحك سعاده صباحك سعاده يا داليا صباح الخير صباح الجمال على كل المشاهدين اللي بيشوفونا انا بس عايز اطمن الناس لانك انت قلقتيهم اخر حلقه في السيزون لا لسه في سيزون تاني وتالت ورابع الناس احنا موجودين والناس تتابعنا برضو السيزون الاعلامي انا اقصد السيزون الاعلامي ثلاث شهور خلصناهم وان شاء الله نبدا آه العديد من المواسم مع مع مشاهدينا الاعزاء ان شاء الله آه شادي هنرحب بغاده زكي غدا. مساء السعادة <applause> يا غادة انا مسرة علي صباح ومعرفش ليه بس إحنا مساء السعادة مساء <applause> الفل عليكم <applause> غادة هتعمل لنا ايه النهاردة والله انا حبيت انهي الموسم بتاعنا بحبة شوكليت كده مختلفين الله. بأطعمة مختلفة ب... يا رب تعجب الناس والمشاهدين وتعجبكم يعنى هنخلي الناس تعمل شوكولاتة في البيت اه طبعا <applause> الله هنستنى لما نجيلك في الفقرة بتاعت المطبخ ونشوف احلى شوكولاته من احلى شيف وصباحك سعاده صباحك سعاده رجعنا لكم هنرحب بضيفنا المميز دكتور عبد الرحمن محمد عبدو اهلا بحضرتك اهلا وسهلا آه شادي ممكن نعرف بدكتور عبد الرحمن عشان الناس ما تتخضش دكتور صغير في السن لكنه كبير المقام و جزاك الله خير آه <applause> دكتور عبد الرحمن محمد عبدو اخصائي التخاطب ومدير مركز المطرية الشامل آه هو زميل عزيز طبعا ومنورنا النهاردة في الاستوديو وبإذن أشياء. الله كده الحلقة تعجب حضراتكم والأسئلة آه لو أي حد عنده أي سؤال أو أي استفسار ريت يكلمنا على طول منور يا دكتور منور بيك أهلو النهاردة هنتكلم عن التوحد أو الأوتيزم ليه خلانا نتكلم عن التوحد في إحصائية مخيفة ظهرت ان ما بين كل عشر تلاف طفل في خمستاشر حالة توحد رقم يخد هو فعلا رقم يخد فعلا رقم يخد, يخد. فانا بس عاوز اعرف يا دكتور هو الاول بس عشان الناس تبقى فاهمه ايه الفرق ما بين التوحد وما بين اي حاجه تانية ان يعني في حاجات مشابهه ليها فانا عايز اعرف كده ايه توحد يعني ايه توحد او اوتيزم زي ما بيقولوا تمام اولا انا اتكلم على الاحصائيه دي دي احصائيه اللي هي يعني تتكلم بتك... عنها دي احصائيه قديمه شويه اخر في حاجه update. اه 2018 <applause> كانت في حاله توحد كل 50 حاله يعني الله. كل 50 حاله فيهم حاله توحد يعني كان من ضمن جدا جدا اول اول حد اكتشف التوحد كان واحد اسمه ليو كانر اول ما اكتشفه كان كل 10000 طفل فيهم من 3 ل 4 يعني سنين 4 تمام كل 10000 كل 10000 دلوقتي كل 200 فيهم 4 تمام فمن ضمن ال... يعني يعني بعض العلماء بتوع تحت الكبار بيهزر قالك في في 20 30 يعني في 2030 هيبقى كل الناس توحد هيبقى بعض الناس العاديه دول هيروحوا ياخدوا جلسات عشان وتوحد ازاي يعني يبقوا توحد النسبه بتزيد بشكل غريب جدا يعني احنا كل 1000 طفل فيهم 20 حاله تقريباً توحد تقريبا تقريبا عدد يخد على طيب كبير عدد كبير جدا يخد. جدا جدا بس في الاول اوضح للناس الناس يعني يعني ايه يعني ايه توحد في ناس كتير قوي بقى عندها خلط ده بين طوائي ده ابني بيخش يلعب في الاوضه لوحده ده كده توحد ده ده ابني خجول ده كده توحد في عندنا كذا يا دكتور. اه كذا 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 اضطراب بيخش بينا ومعاه بين التوحد زي الرهاب الاجتماعي زي الانطوائيه زي الخجل زي حاجه اسمها الباكم الاختياري حاجات كتيره جدا جدا وفرط الحركه لا هل فرط الحركه فرط الحركه هنتكلم عنه مع التوحد انه ساعات بيبقى موجود عند بعض مش كل آه. اطفال التوحد يعني بتلاقي طفل توحدي بتلاقي بعض منهم بيبقى عندهم فرط حركه بعض منهم وليس وليس وليسوا وليس جميعا جزء من كل اه اه يعني ما ينفعش فرط حركه ولد توحد لا في ناس عندها فرط حركه بيسميها اي دي اتش دي فرط حركه مصاحب بتشتت انتباه ولا طبيعي جدا جدا بس حركته زياده وبيتكلم ما اي مشكله خالص بس هو مشكله مشكلته كلها حركته زياده فادى الى ذلك الاندفاعيه وما بياخدش ونورمال يعني بيتواصل معاك وكل حاجه بس هو شويه الحركه زياده عنده النقطه بقى المهمه جدا في واحده تقول لك اصل ابني بيقعد يلعب في اوضه ضلمه مش لا ده في اعراض للتوحد بنذكرها عشان من خلال الاعراض دي اقدر اقول لولد التوحد ولا لا طب ممكن تعرفنا ايه هي الاعراض دي لكل ام بتتفرج عليها دلوقتي من فضلك ركزي مع دكتور عبد الرحمن ان احنا جبناه بصعوبه عشان يقول لكم الكلام ده يا دكتور من فضلك ايه هي الاعراض اللي انا لو شفتها على ابني او على بنتي اقول دي اعراض توحد؟ بص الاول خالص عشان ممكن اقول عرض ممكن واحده تلاقي عند ابنها ولا بنتها عرض واحد مش كافي اتنين مش كافي ثلاثه مش كافي اربعه روح لاخصائي نفسي طبق عليه اختبارات بتقيس التوحد زي اختبار اسمه كارز او جيليام ممكن تخش على النت وتشوف اختبار اسمه اختبار كارز او جيليام سهل جدا طبق ايه؟ الموضوع صعب بالنسبه لك اقرب اخصائي نفسي او دكتور هيطبق عليك اختبار اسمه كارز او اختبار جيليام ايه الاعراض دي ناخد بالنا الاعراض دي ممكن تكون موجوده عند اطفال عاديه بس آه. اذا اجتمعت جميعا او اجتمع معظمها بتزيد نسبه التوحد يعني اربع اعراض آه على الاقل نستركز آه. اربع اعراض لو ظهروا على الطفل في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها حضرتك هتتفضلي تكرمي وتعرضيه على اخصائي نفسي او اخصائي اه فوق او فوق الاربعه كمان فوق الاربعه اه يعني يا دكتور زي مثلا بيعمل كده في ايده احنا بنسميها رفرفه ساعات في الحزن او الفرح او يكون الساره الحركه دي كده وساعات بيبص ايده كده وهو بيحركها اللي هو بنسميها النظره الجانبيه تمام الحركه دي بيفضل قاعد يبص على صابعه كده سد دينه بيمشي على ترتيب صابعه طول اليوم بيعمل باليه في الشقه ماشي على ترتيب صابعه ما يمشي المشي العاديه اضطرابات النوم يبقى عنده اضطرابات ومشاكل مشاكل في النوم جامده جدا اضطرابات التغذيه ممكن يتنرفز بسرعه يا دكتور ما لا, لا لا عادي مودي اصل انا عندي طفل فيه طفل يعني شفته يعني ما اقدرش اقول كلهم كده بيقطع في شعره اه مش ما اقدرش اقول كلهم كده آه. شوف بقى احنا بنتكلم في سكه التوحد ما اقدرش اقول كلهم كده لا ده احنا عندنا اطفال توحد بتحب اللمس جامد <applause> وعندنا العكس اطفال توحد بتكره ان الميه وبتكره اي حاجه يعني شوف عكس بعض جدا سنسوري او او الحس الحس عنده ساعات بيبقى عالي قوي او ساعات بيبقى هايبو منخفض جدا يعني ساعات بيحبوا الحضن قوي زي تامبل جراند لو تسمعوا عنها دي علامه بيطريه توحد ودي دكتوره فاهميني فكرة بتحب كبت... ك... ايه مخترع آلة بتحضنها كده كت... الفيلم لو حد سمع الفيلم ولا حاجة مخترع آلة الناس واخدة فكرة بلحض. عن التوحد أو العكس الناس واخدة فكرة عن التوحد من الفيلم اللي هو كان بتاع أحمد رزق ده اه لا في خرافات كتيرة جدا عن التوحد زي مثلا الست تقول لك الحمد لله إن ابني توحد مش مواقع عقلية تعالي بس كده بالراحة احنا بنقول إن في 70% من أطفال التوحد مواقع عقلية ومش معنى إن في بعض من بعض أطفال التوحد يعني في بعض ونسبة بسيطة مش كبيرة زي إن هم 5% متميزين في حاجة معينة يعني متميزين في حاجه معينه انا عندي ولد توحد بيحفظ الحاجة من مره او مرتين ما شاء الله اه يعني تدي مثلا صوره الفاتحه مره مرتين الثالثه يسمعها لك فاهماني تمام الذاكره اللي عنده كويسه ما شاء الله فده ده جزء الولد ده نفسه الولد ده نفسه لو جيت قلت له اسمك ايه ما مارك اعرفش ارد عليك قال ازاي ده انت الودي عنده طب ما احنا قلنا وجود قدره عاليه قوي ده علامه من علامات التوحد طيب يعني وجود دكتر. قدره عاليه ده علامه من علامات التوحد هنرجع هنقول بس بقيه الاعراض آه عشان انا لسه عايزه آه. اقول لك نرجع لبقيه الاعراض, الأعراض. ويا ريت آه الناس تركز تمام لأني بيحصل خلط كبير جدا وناس كتير بتتاخر في علاج حالات التوحد نظرا لانهم مش عارفين ايه هي اعراض التوحد تمام الحساسيه الشديده او عدم الحساسيه يعني يعني يا يعني فندم يعني, يعني ممكن هو بيجري ولد معانا في المركب بيجري اتخبط اتعور ما عيطش ما حسش بالخبطه لدرجه الدم وقع فهو بيعمل كده بس هو الدم بيجي عليه او الحساسيه الشديده يعني الحساسيه الشديده صوت صرير الالم وهو بيت وانت بتكتب بيسد ودانه بيبقى متضايق من ده يعني يا اما حساس قوي او ما بيحسش اضطرابات الهضم يعني ايه اضطرابات الهضم في الغالب بيبقى عندهم امساك او عندهم اسهال او عندهم مشاكل في الهضم والتغذيه او معظم الاكل مش بياكله او بياكل اكل محدد جدا روتيني جدا في اكله يعني كل يوم عايز يفطر فطار معين غدا معين وروتيني جدا في اكله وده حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تضايق الام ان ابنها مش عارفه تغير له في اكله مش عارفه تنوع في اكله كده النمو بتاعه هيصل آه. في التراب. بالاضافه الى الروتين والنمطيه في كل حاجه بيعملها يعني ايه روتين والنمطية آه. يعني ممكن يعجب بحاجه غريبه جدا يعني يمسك ال 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 العربيه بيلعب بيها يقلبها كده ويلعب بالكوتش بتاعها بس آه. دي اللي عاجباه يبص في حاجه زي الغساله بتلف يخرج بره في الشارع يعجبه جدا كوتش العربيه شده جدا يعني اي حاجه بتلف والحاجات دي كلها تشده جدا وتلفت انتباهه فاهمين الفكره بعض منهم مش هنقول بقى دي حاجات عامه دكتور طعمة. استوقفني سؤال في النمطيه بتاعه الاكل هو ما كانش محضر معانا لكن هل احنا لما نلاقي الطفل هو مصر على نوع معين من الاكل احنا نتماشى معاه ده ولا احنا اللي لازم نغير له طلبه يعني لازم نعوده انه ياكل كل الاكل عشان نمو بتاعه طيب. ما يبقاش في اضطرابات طيب. النمو بص صلى على النبي عليه الصلاه انا اولا مش دكتور تغذيه بس هتناول موضوع من منظور سلوكي اه هي دي اللي انا عايزه طيب منظور سلوكي انا بشوف امهات بتتحايل على ابنها انه ياكل بالشبشب وجري ورا جبتك ورا كل, كل كل آه. كل هتاكل لا مش عارف ايه فالواد بيحس ان دي حاجه فرض عليه مش بس كده كده ماما هتعملي كده طب والله مش واكل آه دي او حقيقة. طب كذا طب كله انا هعمل لك كذا اصبح ان الاكل لا ده الاكل احتياج فطري يعني احتياج فطري يعني يعني حاجه ربنا خلقها في الولد. بالعكس الولد بيحس العكس يعني ايه بيحس العكس؟ انت عايزين اكل انا مش أكل ايوه ده حقيقة. فبياخد الموضوع بيعمل. من منظور ايه؟ فبالتالي يا جماعه بالله عليكم ما حدش يغصب على ابنه انه ياكل اكل اكل ما اكلش بكره هياكل اصبري بس بكره هياكل ما فيش حاجه اسمها ما فيش طفل هيبقى من الجوع مفيش طفل هيموت من الجوع، الولد ولا هيموت بالعياط اه اه فدول حاجتين مهمين، لا العياط بالنسبه لنا حاجه مختلفه، آه. لان العياط ممكن يكون الولد بيعيط لاسباب مرضيه، يعني الولد بيعيط تعبان، بعض اطفال التوحد بقى بتكلم عن التوحد آه. الابنورمال آه. مش بيعبر، درسه بيوجعه او بيعيط فاحنا لازم نتاكد الاول مفيش اسباب مرضيه، انما امتى يعيط الولد واقول عادي يعيط؟ مامته كانت قاعده فمامته راحت تجيب حاجه واحنا قاعدين قام معيط فخلاص اهو السبب معروف أيوة. انما قاعدين كويس وبنلعب فجاه بقى بدا يعيط ممكن بطنه واو مش بيعرف يعبر بما اني ما فيش سبب مرضي او سبب عضوي للعياط يبقى خلاص نتجاهل يبقى انا اتجاهل موضوع العياط علشان ما تدخلش أه. أه. فيه يمكن ان شاء الله باذن الله را... احنا الله في الحالات الجايه ناخد حاجات عن المشاكل السلوكيه ازاي نتعامل مع العياط ازاي نتعامل مع التبول الحاجات دي كلها هناخدها في بما يعني إن, ان شاء الله في دكتور عبد الرحمن <applause> حرق المفاجاه إن, <applause> ان شاء الله فدكتور عبد الرحمن احنا اقنعناه بصعوبه ان يكون معانا على أقل مره او مرتين في الشهر علشان نتكلم عن السلوك السلوكيات عموما للاطفال وللكبار وازاي نربي اولادنا وازاي نتجنب السلوكيات السيئه وازاي نربي نشأة او جيل جديد احسن مننا يا رب يبقوا احسن مننا ان شاء الله من ضمن الحاجات التانية أنا قربت اخلص الاعراض من ضمن الحاجات التانية النظره الجانبيه يعني مثلا لو ببص لك ممكن يبص لك كده اه او الاي كونتاكت بتاعه وحش يعني الاي كونتاكت يعني مثلا ببص لحد ابص له يبص يبصر على رجله او يبص فوق يعني يبص فوق قوي اه ها يعني احاول اشبهها لك شفت الواحد لما يكون متوتر يعني اول مره طلعتي مثلا كاذاعه او انا اول مره قلت محاضره خليه عليا ما بعرفش ابص في عين الناس قوي ممكن ابص فوق شويه او تحت شويه بسبب التوتر الزياده آه. هو طول الوقت كده مفيش تواصل من مفيش عينك وعين اللي قدامك اي كونتاكت بس برضو برجع تاني لمرجوعي اهم حاجه يا جماعه مفيش يعني واحده من دول اتنين غير كافي يعني في ناس ممكن تسمعني انا عارف ده عندهم هيسس إيه الواد توحد انا كنت حاسه ان الواد توحد ده هو رفرفه بس مش كافيه فاهمين جزة على السنان كتر ما قاعد عمال يجز على سنانه في اضطراب تاني ممكن يبقى موجود مع فرط التوحد لا فرط الحركه <تراب, تراب تاني ممكن مجموعة مع اطفال واحده لا تراب البيكا البيكا يعني ايه؟ يعني ايه يا دكتور بقى بيكا؟ اكل الحاجات الغريبه يعني بيحب ياكل حاجات غريبه يحط الحاجه في <applause> والورق ورق. لا هو في الغالب في الغالب قوي الورق والمعادن اه وده بيبقى بسبب نقص بعض المعادن زي الحديد والزنك ناخد بالنا نقص الحديد والزنك آه هحاول برضه ابسطها لك شفت كده ست الحامل بتبقى اثناء الحمل كده بتبقى يعني نفسها تاكل حاجات غريبه صابونه ممكن واحده حامل نفسها تاكل صابونه نفسها تاكل طوب احمر ما خرطتش مش قدامك لا لا, لا زي الحمد زي لله ده اللي ده كنت ده. طبيعيه لا في ناس بيبقوا كده بيبقى نساها حاجات غريبه بس عايزه تاكل حاجات غريبه فاهمين ها. ده ساعات بيبقى بنقص بعض المعادن أيوة. نفس القصه بقى فده ممكن يبقى موجود ممكن لا ما بقولش كل الاطفال اللي عندها برضه ده توحد يعني أي. تاني ايه تاني في بقى مظاهر خاصه بالكلام زي الاوكلاليا ايه الإيكلالية؟ ده لو اتكلم زي ايه يا دكتور؟ الايكولاليا الايكولاليا اه ايكولاليا ايكولاليا او الصح ايكولاليا بس احنا بمصر يعني اه ايكولاليا اه مصادات الكلام هم ازاي؟ هم يعني إيك... الإيكولاليا دي دي دي. ما هو دي انا لسه بقول له ازاي يقول لك ازاي؟ عامل الكلمة ايه؟ الكلمه اللي تقولها هو, هو بيكررها اللي. هو بيكررها على طول ايكولاليا معناها آه. ترديد نفس الجمله او الكلمه المصاداة آه. احنا بنسميها المصاداة يعني آه. ازيك يروح لك ازيك احيانا آه. بعض منهم اذكياء شويه ممكن اقول له ازيك عامل ازاي ازيك الحمد لله ازيك الحمد لله عامل ايه يروح عليه عامل ايه كويس عندك كام سنه ولا عندك كام سنه؟ أربع سنين هو حافظها كده اه مش فاهم إنه ده سؤال المفروض أخده السؤال وأسيبه وأنجلك السؤال وأعمل إجابة لأ إحنا اتكلمنا عن الأعراض يا دكتور تمام و... وعرفنا أهم حاجة عشان الأمهات فعلا زي ما الدكتور قال اللي بيجيلهم حسس لا لو عرض أو اتنين مش معناه إن ابنك مريض توحد مش مش هتبقى نهاية الدنيا زي ما آه. بيقولوا يعني لازم يجتمع يا شادي على الأقل أربع أعراض فيما فوق آه. فيما فوق طيب اتكلمنا عن الأعراض يا ترى نقول للساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا ازاي نبدا علاج وايه علاج التوحد؟ والتوحد فعلا ليه علاج او لا؟ بس في حاجه مهمه قوي يا دكتور يعني انا حابه ان انا اتكلم فيها. تمام كثيرا من مرضى التوحد بيتاخر علاجهم نظرا لاني كام متخيله ان ابني اللي عنده انطواء. فبتخيل ان ابني انطوائي ف باخر في علاجه الى ان وفاجئ ان ابني مريض توحد وفي مرحله متاخره تمام فعايزين نقول للناس ازاي يبداوا بدري ان هم يعالجوا ولادهم وازاي اعالج مريض التوحد الى ان اصل بيه ان يكون انسان شبه طبيعي انه مش هيبقى طبيعي 100% تمام اولا يعني انا ما بحبش كلمه علاج يعني كلمه آه. علاج يعني علاج دواء واحد عنده برد فممكن ياخد دواء ده, ده علاج واحد آه. عنده سخونيه التهاب لوز ده علاج في التوحد نقدر نقول احسن يا اه نقدر نقول احسن كلمه تاهيل يعني تاهيل هي تأهيل, أفضل. أو أفضل. تاهيل افضل او تأهيل, افضل زي العلاج الطبيعي كده برضه تاهيل فاهمين انما علاج الشافي ده فدي حاجه صعبه طالما الولد شخص انه توحد ثواني بس يعني اقول حته مهمه آه. قوي طالما الولد ده اتشخص انه توحد فاحنا بنتكلم في سكه اللي احنا بنخليه يتحسن وتحسن بشكل كبير ويقرب من الطبيعي انما بيبقى في النورمال دي بتاعت ربنا يعني انا شفت حالات زي كده بس بس مش كتير يعني شفت حالات كانوا توحد وفعلا بقوا نورمال داخل مدارس عاديه وكل حاجه تمام. سنه خجل مع سنه انطواء مش كارثه بقت موجوده معاهم ولكن قريب جدا من الطبيعي مي بيكون التشخيص في الاول غلط مي بيكون التشخيص في الاول غلط واعتقد ده مش موجود لان انا شفتهم بعيني مي بيكون ان الولد يعني كان حاجات بسيطه او سمات توحد بسيطه وده فعلا موجود احنا استضفنا في حلقه من الحلقات في حلقه ملكات جمال ليدي فاشن كانت الوصيفة الأولى مريض التوحد أنا اتفاجئت إنها مريض التوحد والبنت حتى عاملة مشروع عن التوحد اه إذا إحنا في فعلا زي ما حضرتك قلت بيوصلوا لمرحلة آه آه طبيعيه في شويه حاجه لكن بيتحسنوا بيتحسن. هقول لك حاجه يعني من الغريب جدا سمعت خبر الكلام ده من ثلاث سنين ان الجيش الاسرائيلي نفسه عمل ايه؟ حطوهم على الحدود حط اطفال التوحد دول الناس الكبار التوحد عمل لهم اختبار أي. وحطوهم على الحدود بحيث ان هم بعض منهم عندهم ادراك بصري عالي آه. يعني ايه ادراك بصري عالي؟ والله معايا اطفال توحد يخش العياده عندي ممكن دبوس انت مش شايفه اصلا جابه لك حاجه صغيره كده نظره حد بدايه حسن بدايه حاجه صغيره حبات هو ياخد باله يروح جاي على ايدك كده يعني ايه ده انت ده وشك حاجه غريبه فاهميني الفكره اه فبعض منهم عندهم قدرات عاليه في حاجات معينه فاهميني انا ما بقولش كلهم انا ما بتكلمش كلهم قصه بقى علاج التوحد هنرجع لها تاني علاج التوحد انا بتكلم كل ما الولد يكتشف بدري كل ما يكون افضل بمعنى فلوس. ايه سؤال صغير آه. لان هو برضه في نفس التأهيل في نفس التأهيل انا في حالات كانت بتجي لي المركز ضمور في المخ اه ضمور في المخ ممكن يتحول لتوحد لو ما اتعالجش اعتقد اعتقد ده حاجه صعبه جدا يعني ده ان انا بأهله انا بشتغل آه. معاه على اساس ان هو ضمور في عضلات المخ تمام صح يعني بص احنا ساعات بيجي لنا يكتشفوا ان هو يعني اتفاجئ بعد كده ان انا اللي كنت بقى بعالجه إيه تيجي مثلا والدته او والده يقول لي يا دكتور ده طلع عنده توحد اه احنا ما عندوش ضمور في... يا عم انا مشخصه انا مشخصه ان هو ضمور في عضله المخ احنا عندنا كارثه كبيره جدا في التشخيص وللاسف ان في بعض 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 الاعراض اللي او قلتها من شويه دي بتتشابه مع امراض تانية فبعض الناس ممكن تصنف تحت عن اعاقه عقليه وبعض الناس تصنف ضمور المخ انه اعاقه عقليه أو أو, او 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 تأخر اه أو, او تاخر عقلي او, أو, أو. أو تأخر. لا فاحنا بنتكلم في سكه ان ضمور المخ او ضمور في خلايا المخ او البرين دمج زي ما بيقولوا مع الاوتيزم في تشابه في تشابه بس عندي حاجه اسمها تشخيص الفارق عندي ده وعندي ده، طب طبقت طب كارز عليه وطلع درجه توحد، الفيصل ايه؟ الاختبار، تمام. انت بتقولي ده توحد وانا بقولك بقولكش مش توحد، صح؟ طب نعمل ايه؟ نعمل اختبار، يبقى ده الفيصل بالنسبه لي، هل في بعض حالات ضمور مخ بيظهر على عمليه التوحد؟ اه، يعني ممكن معايا اطفال عندهم ضمور في خلايا المخ خاصين كده من الاول، تمام. ظهر بعدين عليهم اعراض التوحد، زي الرفرفه والجز والحاجات دي كلها، ده موجود يعني هو طالع من عندي ضمور في المخ آه. مع مع الاختبار انا هاخد منكم بس دقيقه كده نختبر الشيف غدا وصلتي لفين يا شيف بحضر الشوكليت اهي طب ما تورينا كده الجمال والحلويات مش عارفه <applause> ايه رايك يا دكتور قلبي الصغير لا يتحمل والله ربنا يخليك آه انا شايفه انواع كتير <applause> انت مش عامله نوع واحد لا 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 كذا نوع انا قلت لك اه طب حضرتك الطبق ده يتلف ويت هخبيه تحت يا محمد ورا الكاميرا مفيش ولا شوكولاته انت حر <applause> <applause> ااا أه غدا عملنا انواع كتير من الشوكولاته واختبرناها طلعت شاطرة فهنرجع مع الاختبار لدكتور عبد الرحمن ويا ترى تقول لنا الاختبار عشان اتاكد انه صح او اني اللي بيعملي انا اسفه طبعا أه ودكتور عبد الرحمن يقول ده أه احنا عايزين نوجه الناس صح مش للناس اللي بتشتغلهم صح فنعمل دي إيه. دي نقطه مهمه جدا اولا يوم ما تروحي روحي الاخصائي نفسي يعني انا انا عن نفسي لما حد بيجيلي انا بحول الاخصائي نفسي ليه؟ بعض الاختبار ده اولا بيطبق على الامهات مش على الاطفال آه يعني على الأمهات انا بقول لابنك بقول للام مثلا ابنك بيتفاعل لما يلاقي اسره جديده او حد جديد بيتفاعل معاك كده لو الام كدابه هتطلع مش توحد يعني الام بتكذب يعني اديك مثال انا كنت مع ام مره آه مع ام مره وبقول لها تقول لي لا بيجز على اسنانه لا طب الولاد قدامي بيجز على اسنانه هي كده بتدمره اه بيرفرف لا كان في بقى سبب ثاني بيرفرف تقول لي لا فبقول لها الواد بيرفرف اهو ماشيين 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 كده قلت مدام ابنك توحد وحضرتك بتنكري قالت لي والله يا ابو لو عرف لا طلقني <applause> <يا تصفيق> لا هو هي أه لا لا طب انا خدي اصحابي فلوس حضرتك وانا مش هقدر اديكي تقرير ان الولد مش توحد لان عيب انا اطلع اختبار حاجه زي كده فناخد بالنا من الجزئيه دي ان اختبار ممكن عن طريق التليفون كده مع الام بس لا انا لازم اشوف الحاله بعيني واعمل حاجه اسمها ملاحظه أوه. اللي بعض الناس بتغفل عنها، أصلاً لسه هو الاختبار قد إيه ده؟ ساعة أو نص ساعة الأم وخلاص يعني على قد الفلو لا مفيش الكلام ده، لازم ألاحظ الطفل وأسلم عليه وأشوفه لأن ده بيفرق جدا اللي هي جدا جدا. متابعة الحالة. طبعا طبعا، أهم حاجة تروحي لأخصائي نفسي، ما تروحيش احنا دلوقتي عندنا للأسف الشديد ودي حاجة موجودة للأسف للأسف الشديد، ما عندناش لحد دلوقتي ودي أنا بتمناها إنها تبقى موجودة، ما عندناش رقابة على المراكز، يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن اي حد كده بتاع ياخد دوره ولا حاجه ويكتب بقى خد دوره يوم يومين ولا ورشه عمل محمد مثلا لعلاج مشاكل التخلف ده يوم يا حبيبي او يومين ده غير كافي خالص طبعاً. وده اللي بيخلي الام تتاخر تصرف وقت وتصرف فلوس لا هو الوقت هو للاسف ما بيتعوضش الفلوس تتعوض للاسف ده اهم شوف بقول ايه تصرف وقت مش بقول تضيع عنصر تصرف الوقت وقت. يا ما بيرجعش دكتور. مهم جدا عنصر ده الوقت ده. انا لسه اللي قايله للدكتور آه. انت ممكن تبقى الحاله ضمور تتعالج وتأهيل وعلاج طبيعي وخلاص آه. لا يطلع من عندي ما يروح لدكتور اللي هو بيتكلم عليهم دول اللي آه. هم اللي واخدين حاجات على ما تفرج ويقول لك دي معانا مكالمه تليفون صفاء من القاهره اهلا يا صفاء اهلا بيك يا مدام اهلا بيكي, بيكي. اهلا بيكي يا صفاء وبرحب بدكتور عبد الرحمن مرسي على المعلومات الجميله تسلمي يا دكتور عبد الرحمن منورنا من وتعبنا على بالنا جالنا يرضيكي كده يا صفاء اه اه لا عايزينه على طول عايزينه على طول ان شاء الله يا صفاء مهمه عندك سؤال للدكتور يا صفاء اه يا حبيبتي اه انا كنت عايزه اسال ازاي لو بيبي بقى اللي هو عمر السنه والسنتين ده احميه واخلي ان انا بحافظه على ابني لا يجيله سمة من سمات او فرط حركه والحاجات دي. او دي حلو السؤال ده حلو قوي جميعا يا رب صفاء انت كنتي معانا واحنا بنكتب السكريبت <applause> السؤال ده موجود في السكريبت على فكره <applause> <تصفيق> <تصفيق> طب انت سالتي سؤال احنا كنا هنساله الدكتور ففضلا يا دكتور نجاوب على صفاء تمام سؤال مهم جدا اولا انا عندي بعض الحاجات اللي فعلا في سن صغيره شكرا صفاء لو, 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 لو انا عملتها ممكن الولد نبدا يظهر عليه علامات التوحد آه. بس هنا بس هقول برضو نقطه مهمه دي مش اسباب دي ظهرت الحاجه اللي جوه زي ايه؟ تلفزيون تلاقي الامهات الولد عنده سنه ولا لسه اقل من سنه وحاطاه قدام التلفزيون بص يا حبيبي في على اعتقاد ان ده ولا اللي هيخليه يتكلم ادي حاجه فالتلفزيون ان الام قاعده قدام مقعد قدام التلفزيون بالاخص يا جماعه الطفل الاولاني الطفل ها. الاول الام بتجرب فيه كل حاجه على سبيل المثال اللي احنا عندنا يوم كده الاربع تقييمات كله تقييمات من اوله لاخره فتيجي كده عايز اقول لك ان تقريبا من وسط ال 30 حاله اللي بيجوا على مدار اليوم 30 حاله تقريبا 22 حاله الطفل الاول سواء بقى مشاكل سلوكيه او الطفل الاول على طول الاول ده والله ما كنت اعرف والله ما كنت اعرف بس انا بتكلم دلوقتي في نقطه مهمه قوي الحمد لله فضل الله بقى عندها وعي آه. بقى عندها وعي، طب انا اقدر اعمل ايه عشان ما يظهرش على ابني حتى لو ظهر ابدا اتوقع موضوع التوحد, التوحد ده. اول حاجه اتكلم مع والد كتير العب معاه يعني ألع... حتى من هو صغير لسه بيبي مولود افضل العب واتكلم معاه للاسف يا دكتور حتى لو مش منتبه حتى لو مش منتبه بمناسبه وهو لسه صغير للاسف احنا بنتعامل مع الطفل على انه متلقي سلبي وليس عضو فاعل الطفل بيحس من 40 يوم ابنك من 40 يوم بدليل انه بيعرف ريحة حضرتك وبيعرف يشوف حضرتك وبميز حضرتك عن اي شخصية تانية اوعي تتعاملي مع طفلك على انه لسه صغير فمش فاهم ولا ايه رايك يا دكتور؟ تمام مظبوط احنا حتى مش مش 40 يوم بس الولد بيبدا يسمع من الشهر السادس يعني في اخر الشهر السادس هو آه بطن مامته آه بيبدا يسمع بتكون عنده حاسه سمع فاحنا بنتكلم في قصه بقى من هو صغير ابدا العب معاه ممكن اجيب له الحاجات اللي هي الالعاب تنميه المهارات والحاجات دي كلها كويسه آه جدا ابدا اخليه يتفاعل ابدا اخليه يتفاعل اعرفه على اجزاء جسمه والحاجات دي كلها مهمه جدا اهم حاجه نبعد عن الشاشات بعض الامهات تقول لها التلفزيون. الحمد لله ده موبايل مش تليفزيون <مشترك> 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 احنا بنتكلم <مشترك> على قصه الايه؟ كله كل ما له شاشه تقول لك لا والله العظيم قاعد قدام التلفزيون هو يوتيوبر الواد قاعد على اليوتيوب 24 ساعه بس ده غلط دا كل ده غلط. غلط وفعلا في اطفال توحد بالجنه الولد بلاقي السيتنج بتاعه معمول انجلش اه يعني كله انجليزي بس بيتكلم زي الكرتون انجليزي بس يعني كله انجليزي بس وبيتكلم انجليزي انجليزي بجد اه انما عربي مفيش خالص برضه ده بقى فرحانه جدا ابني ايه سبحان الله ابراد انجليزي من اليوتيوب مليت شو انجليزي ده هو اه اه لا يعني احنا بنتكلم في الولد ما بيعرفش يتواصل ما بيعرفش الولد ما فيش تواصل خالص فانا اهم حاجه التلفزيون طب ايه تاني اكلم الولد واخليه يحتك بجو اجتماعي انا عندي دلوقتي بالمناسبه زمان مش دلوقتي مش زي دلوقتي. دلوقتي خالص احنا دلوقتي الحالات كترت ليه حالات كترت أيوة ليه ده ده سؤال يعني زمان ما آه كانش في يوتيوب ما كانش في تلفزيون مش التلفزيون ما كانش كتير مش بس كده اه بيت العيله بيت العيله دون كنا يعني انا اتربيت في بيت عيله تمام وفي ناس كتير قوي اتربيت في عيله فتلاقي بيت العيله ده اه فلان جاب ولد ابوك بكره اجيب ولد كمان انا كمان ده خليفة انا بكره هخلف فمين الفكره بقى في تنافس في جو ولاد العم جو كلهم بتحس ان في حضانه تمام حضانه في البيت نوال خلفت بكره سمحت تخلف انا خلف من بعض فجو الاسره ده بيبقى عامل زي حضانه مصغره طب ده بينعكس على الواد اللي قاعد في بيت العيله ده كله بيكلم. مش زي ولد يعني... بابا وماما مسافرين السعوديه و24 ساعه الولد قدام التلفزيون او قدام اليوتيوب او الام مش فاضيه ما الام عندها مشاغل ثانيه ده يستحيل غير ده طب دكتور انت متخيل ان احنا تقريبا عدى 25 دقيقه واحنا بنتكلم مع حضرتك <تصفيق> <تصفيق> يا, يا ما شاء الله <applause> تخيل من كتر المعلومات انا مش ملاحقه انا عندي اسئله في خمس دقائق او اقل عايزه حضرتك كبسوله نصيحه للامهات علشان يتقوا شر او يتقوا مرض التوحد لا احنا ممكن إحنا. نقول حاجه تانية برضه خلاص هو في في دقيقة. هو في توحد طميل. اوكي خلاص انا أوه. ايقنت ان طفلي أوه. ما دي طبع. حاجه تانية انا ايقنت دلوقتي ان طفلي عنده توحد تمام اتعامل معاه ازاي لان في اطفال بتخرب الدنيا لما بتطلع من البيت تمام حلو قوي أول. اول حاجه حبسه البيت دي غلط يعني زي انت لو التوحد انا حبسة في البيت عشان انا وفرت حركه ده غلط ثانيا التوحد جه خلاص ما فيش حاجه اسمها شفاء تمن التوحد اولا هو ايه سبب التوحد الاول احنا قلنا الله إيه؟ اعلم الله اعلم ايه بقى سبب التوحد الله لا الله اعلم فعلا حقيقه ما فيش حاجه اسمها ده بيقلل التوحد ما للتوحد ما دي ودي, ودي ودي كارثه ليه كارثه حاجه ما لهاش سبب عارفين ايه اللي بيحصل ف... بيظهر بيظهر مجموعه ناس اسمهم الهبيده اللي هم بيهبدوا آه. بيهبدوا بيهبدو. اه لا التوحد دوّن آه لا اصل اتجوزوا قرايب اه لا دي مشكله آه. لا 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 التوحد مش مشكله رصي. الراجل هو ده الشاشات... في المية والله اه الشاشات دي أنا اه لا هي التلفزيون مش حطيتيه ده بالتلفزيون توحد طب ما في عيل تاني ابن خالته حط رازق في التلفزيون ما حصلوش حاجه فاهمين الفكره؟ آه. فالحاجات دي كلها بتظهر يا جماعه التوحد فطالما طي... آه. الحاجه ملهاش سبب فبيظهر ايه بقى؟ الهبد ايوه الهبد اللي هم مجموعه الدجالين بقى طيب. يجي يقول لك ده كذا وكذا لسه ما قلتش اللي هي الكبسوله الكبسوله بصراحة بقى كده يا دكتور علشان هي حي... علينا هوا طيب <applause> اول حاجه اول حاجه اتعامل مع الرد بكتير في البيت وامنع شاشات تاني حاجه لو اقدر الرد الولد حضانه هيبقى حاجه جميله جدا ثالث حاجه ما اسيبش الولد طالما الولد اقل من سنتين ما فيش ولا كلمه عدى السنتين سنتين ويوم اهو ارجع اشوف الدكتور التخاطب الولد ده عدى سنتين وما اتكلمش ليه تالت حاجه ابص في الاي كونتاكت مش بيفهمني ودي حاجة خطيرة حتى الولد عنده سنة مش بيفهمك يعني ايه بتكلمه مش بيفهمك الولد المفروض عنده سنة بابا جيت لي في ريحه وابتسم والكلام ده كله انما دول يبقى عندهم مشكلة في الاي كونتاكت بره اكتشفوا التوحد او بدأ يعملوا مقاييس للتوحد من شهور احنا عندنا يقول لك لا ثلاث سنين في ثلاث سنين الاولانية من شهور دلوقتي لا احنا ممكن نبص لولد التوحد من شهور ازاي الابتسامة الولد الصغير كده تلعبي معاه يبص لك ويضحك ده ما فيش كأنه مش سامعك بس هو بيسمع أي. تاني آه الأي الام اذكيه بتعيط وشايله ابنها الصغير صح يعمل ايه؟ يروح معيط عشان هو تفاعل اجتماعي صح بتضحك يروح ضاحك ده لا عادي أم تعيط عادي جدا ما فيش مشكله ما بتاثرش اجتماعيا بالحاجه اللي جنبيه آه. ده احنا بنتكلم في سن شهور البسمه والحاجات الصغيره اه تواصل مش موجوده الطفل والام ممكن تلعب مع ابنها صغير مش موجود طب إيه ممكن ايه في البيت تاني؟ ممكن في البيت اتكلم الولد كتير الحضانه مهمه جدا 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 الحضانه جداً جداً. أه شادي أه دلوقتي يعني احنا عايزين برضو اكتر من الحاجات اللي قالها دكتور عبد الرحمن شكرا دكتور عبد الرحمن محمد ش... عبده انتظرونا مع دكتور عبد الرحمن في الحلقات اللي جاية وهنتكلم في مواضيع اكتر او هنتوغل في ماهية التوحد مش التوحد بس هنتكلم عن كل امراض التخاطب الانساني السلوك الانساني بصفة عامة وهنخصص اكبر حاجه للسن الطفوله علشان هم دول المستقبل دكتور عبد الرحمن نورتنا شرفتنا نورت وكبسوله مفيده ومعلومات جديده استنونا في الموسم الجديد وشكلنا هنبقى معاك كل حلقه يا دكتور طب هناكل دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ <applause> هناكل بعد الفاصل فاصل وراجعين اوعى تروح في اي حاجه فاصل عشان الدكتور 60 دقيقه <applause> حياه